السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم جيت نشجع المنتخب الوطني. المباراة الأولى ما كانش عندنا فيها الزهر، لعبنا مباراة جيدة وما كتبتش. واليوم مع مصر الدراري دايرين ماتش واعر تبارك الله عليهم، زعما راه لاعبين مزيان، راه كيحاولوا كيدخلوا من جميع زعما من الجانب الأيسر الأيمن، يعني راه كيحاولوا تبارك الله. وان شاء الله في المباراه الاخرى ان شاء الله غادي نحاولوا نربحوا كرواتيا. انت مغربي عايش هنا؟ اسمي اسمي طارق، مغربي عايش في هنايا في السويد، مشجع ديال الاسود الاطلس. كنت في روسيا في قطر، ودابا جينا نشجعوا الدراري هنايا في يون شوبين، وتبارك الله عليهم راه دايرين مباراه جد جد في المستوى. الحارس تبارك الله عليه، كان الحارس تبارك كان رائع، زعما تبارك الله عليه كان في المستوى الحارس. ديكاس العائله ديك اللي كيشوفوا، وسلم على العائله كاملين، وتوحشناكم، وان شاء الله راه ما بقى والو، نجيو للمغرب. تبارك الله عليكم. كلمه اخيره وتحيه للجمهور المغربي الكبير، ان شاء الله كنا كبار في قطر وفين ما كان المغرب، شجعوه وديما مغرب.